بمناسبة فكرة الأرباح، نحن عم نشوف الناس عم بتاجر بالمحتوى من أجل المال. أكيد. يعني أنا بتاجر بمحتواي، ممكن أنا أغير معتقد أو فكرة بس من أجل هدف المال. قديش هذا كمان الإشي بيأثر على نوعية المحتوى؟ وللأسف في بعض الأشخاص أخذهم لمكان تاني وتغيروا على السوشيال ميديا وفقدوا متابعينهم. فكرة الأرباح هنا بتعود لإيه؟ أنا بقدم محتوى معين، صحيح، أو فيديو معين، الفيديو ده بيوصل لعدد مشاهدات قد إيه؟ لما بيوصل لأكبر عدد مشاهدات ممكن بتبدأ الشركات التجارية اللي بتقدم السلعة أو الإعلانات عن السلعة المنتجات بتاعتها تبدأ تخش على الفيديو ده تعرض الإعلانات، لأن هو عليه عدد مشاهدات كبير، فكل ما يخش عدد مشاهدات أكتر أو عدد مستخدمين أكتر بتشوف المحتوى ده هتشوف الإعلان ده، الإعلان ده بيترجم إلى أموال تعود على مين؟ تدفع من الشركات صاحبة السلعة للي بيقدم الإعلان أو اللي بيقدم الخدمة اللي فيها المحتوى. نعم. وبالتالي بتزيد فكرة معدلات الأرباح أو معدلات المكاسب من المشاهدات أو من خلال المحتوى.